المحادثات الاولى لهذه الايام المباركه يتم استفزاز ديال الجميع خاصه الجماعه مدينه طنجه ان تفتخر ان صوت العقل صوت الحكمه اماني من هاد المسؤولين هادو اللي مع كامل الاسف مره اخرى كيبينوا على انهم ضد المدينه ضد المصالح ديالها وضد كل الارادات الحيه ديالها المتجهه لتتميم الموروث التاريخي والثقافي ديالها هو اللي ممكن ان هاد اللعبه الان كيفما كتشوفوا حنا اليوم هنايا في وقفه احتجاجيه دعاولا شباب وشابات لوقف اعدام حدائق المندوبيه بمدينه طنجه. كيفما كتعرفوا هذه الحدائق هذه التاريخ ديالها والمقابر اللي كاين تما وواحد المهم يعني بغض النظر على الحدائق المندوبيه يعني الهويه ديال طنجه كامله تمسحت هذه الحدائق وهذا المتنفس الوحيد اللي باقي في طنجه ها هما حاليا الجرافات تما واقفين كيستناونا غير من بعد وحنا باش يدخلوا للميدان يقتلعوا ديك الاشجار اللي التاريخ ديالها يعني يعود الى 300 ولا 400 سنه المقابر اللي كاين تما المآثر اللي كاين تما التاريخيه للاسف حينما نغوتوا لا في الفيسبوك ولا في الوقفات الاحتجاجيه اللي عملناهم في عين المكان في المندوبيه لكن تفاجئنا في بدايه هذا رمضان هذا بان جرافات مره اخرى عاود رجعت نفس المكان من اجل يعني اتمام هذاك المشروع في تحدي صارم لان هذا يعني الرغبه ديال الساكنه في ان هذيك الاشجار يبقى وان هذيك الحديقه تبقى هذا جينا طلعت حال هذه الوقفه هذه الاحتجاجيه باقي غيكون وقفات احتجاجيه باقي غنعملوا مراسلات ربما نتقدموا شكايات في هذا الموضوع هذا لان هذا الشيء اللي كنشوفه خصوصا مع المستجد اليوم اللي شفنا مقابر يتم ابتلاعها والعظام ديال الناس بقى تما يعني شفناهم اليوم بغرط عيننا فغنتقدموا شكايات في الموضوع وغنطرقوا جميع الابواب غنراسلوا جميع الجهات المعنيه بهذا الموضوع هذا من هذا المنبر هذا في هذا المقر في هذا يعني في هذا المكان اللي حنايا فيه كنتواجدوا دابا اللي هو ولايه جهه طنجه تطوان الحسيمه كنطلبوا من المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الموضوع هذا ويوقفوا بعد خص التوقيف توقف هذه الاشغال هذا فورا توقف ونشوفوا بعد شنو كاين ونعيطوا للناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا والمختصين في الميادين بطبيعه الحال هذا المآثر وهذا الشيء هذا باش يشوفوا شنو يمكننا نعملوا وهذا الباركين اللي كلشي باغي صحه يعملوا تما في ذاك المكان هذا ربما ما كنظنش غيكون باركين احسن من ذاك التاريخ اللي كاين تما خصو يتبدل مكان اخر الا كنا ملزمين اننا نعملوا باركين راه يمكن يتبدل اي مكان اخر من غير هذيك الحدائق المندوبيه ان الهدف ديالنا هو قريب وهدف التضافر ديال الجو هناك جاء الوقفه اللي دعا عليها عديد من النشطاء ديال حملة الشباب وقف عدم حدائق طنجه لاجل التنديد والاستنكار العمل اللي بشرت العمل اللاقانوني اللي بشرتها شركه سوماجيك باركينغ فاش طلبنا المسؤولين تما بانهم يدونا الرخصه اللي كتخول لهم انهم يقوموا بالاشغال والحفريات وما الى ذلك امتنعوا بل اكثر من ذلك قالوا بان الرخصه ما كايناش كما كنعرفوا حنا جميع بان اي مشروع كيدار كيخصو يكون تشوير هذا المشروع الغلاف المالي ديالو المهندس المده الزمنيه وما الى ذلك هذا الشيء كامل ما تمش الاحترام ديالو لاجل ذلك كتجي هذه الوقفه للتنديد بهذا العمل اللاقانونيه اللي كتقوم بها الشركه وكذلك للصمت الرهيب ديال السلطات وديال المسؤولين على التجاوزات الخطيره اللي كتقوم بها هذه الشركه سيئه الذكر كذلك احنا حمله شباب الوقف عدم حدائق طنجه قمنا مجموعه من الخطوات منذ اليوم الاول ولازمنا الى يومنا هذا وسوف نبقى في الغد وما بعد الغد بمزيد من الخطوات على المستوى الميداني على المستوى القانوني على المستوى القضائي عما قريب نحن نفكر في رفع دعوى ضد هذه الشركه بالفعل اليوم مجموعه من المواطنين تحدثوا فعلا كاين صور حتى حنا شفنا بعينينا بلي كاين مجموعه ديال العظام حنا يعني ما عندناش شي خبره ولا درايه كافيه باش نعرفوا ديك العظام واش فعليا ديال الناس ولكن يرجح بانها عظام بشريه هذا كيبين مدى الصدق ديال الكلام اللي كانت كتقول الحمله منذ اليوم الاول بان ذاك المكان هو مكان تاريخي يحتوي على مقابر اسلاميه مقابر تاريخيه تعود للحقبه الدوليه لمدينه طنجه يحتوي على اشجار يزيد عمرها 400 سنه فبالتالي كنشوفوا واحد الصمت رهيب من قبل السلطات وخا مر ما تداولت هذه الاخبار هذه وكنتمناو انها تتحرك عاجلا لاجل باش تفتح تحقيق فيما يروج تاكد بالملموس ان العمل الذي تقوم به الشركه في هذه الحدائق الان لا يتسم بالشرعيه ولا اولا الشرعيه القانونيه والترخيص القانوني الواجب من جهه ومن جهه ثانيه ليس له الشرعيه البيئيه اللي هي شرعيه نضاليه التي تعتبر المساس بالاشجار والتي تعتبر المساس بالنخيل وتعتبر المساس بالمناطق الخضراء جريمه والمخطط ديال الدوله الحالي لا يتماشى اطلاقا مع سلوك هذا الطريق وبالتالي اعتقد ان المطلب ديال الايقاف ديال هذه الاشغال مطلب ملح
ندعو ساكنة طنجة في هذا الشهر الكريم، نتمنى أن يتواجدوا معنا في هذه الوقفة اليوم الأحد. تأكيد أنها ستكون رسالة، ورسالة قوية للمسؤولين، خاصة للسيد العمدة رئيس المجلس الجماعي، وأيضا للسيد الوالي.